صيدا مدينة أساسها كنعانة فينيقة، يعني هي عمرها شيء 4000 سنة قبل المسيح. وهلا نحن هون بوسط البلد، واحد رموز منطقة صيدا اللي هي القلعة البحرية اللي بنوها الصليبيين سنة 1228 بالحملة السادسة للشرق للاتجاه نحو القدس. عدة أسامي انطرحت على أسم صيدا، في منهم بيرجعوا لصيدون ابن كنعان البكر، وممكن تكون مشتقة من كلمة صيد اللي هو بمعنى السمك، كما بعض الأحيان بيرجعوا لموضوع الحجر صيداء. وسط البلد لمدينة صيدا هو منه محصور فقط بالمدينة القديمة أو صيدا القديمة، بل بيمتد إلى ساحة النجمة وأيضاً مروراً إلى القلعة البرية وطبعاً إلى المرفأ أو إلى الميناء البحري. اللافت والمميز بصيدا القديمة أنه عندها 5 مداخل، ونحن هلأ واقفين على أحد هذه المداخل وتحديداً المدخل الملاصق إلى خان الإفرنج. خان الفرنج من أهم المعالم السياحية بصيدا، وهذا الخان بفترة من الفترات بعد ما استملكته أو استأجرته مؤسسة الحريري كان في غرف محددة كغرف ضيافة للسواح المسافرين اللي كانوا يمرقوا من مدينة صيدا. بنفس الوقت كمان بالخان في المركز الثقافي الفرنسي اللي انتقل حديثا ليكون موجود هون، اللي دايما بيصير فيه دورات للغة الفرنسية. الخان هو من المعالم المهمة بالمدينة اللي دايماً بيصير فيها أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام بالباحة الخارجية وبالباحة الداخلية، وهو بنفس الوقت مدخل صيدا من المدينة الجديدة للمدينة القديمة على باب السرع. صيدا مشهورة بأصولها. هذا القصر أو المعلمين هول كانوا قصر لآل حمود من المغرب، مع مرور الزمن انقسموا لقسمين، آل صاصي اشتروا قسم اللي هو كان يعرف بالحرملك، وآل دبان اشتروا قصر يلي هو كان يعرف بالسلملك. المعلمين اليوم هن مزارين بمثابة متاحف بيجوا عليها السواح، بيصير فيها بشكل دائم أنشطة سياحية، أنشطة ثقافية، أنشطة فنية وموسيقية، وتستقطب سواح من صيدا ومن كل لبنان وحتى من برات لبنان تيفوتوا ويزوروا ويشوفوا المكان الجميل اللي فيها. هيدا القصر عمره 300 سنة، عثماني وعربي لعيلة دباني، بس قبل دباني بناه شخص مغربي كان مع الأتراك اسمه علي آغا حمود، وعيلة دباني اشترته بال 1800 من 200 سنة، وعفش 100 سنة وقطع موسيقى 300 سنة. وسط البلد لمدينة صيدا بيتميز بعدد المساجد، حيث يوجد 7 مساجد بمدينة صيدا. الأكبر وفينا نقول الأقدم المساجد هو يلي أنا موجود فيه هلأ، وهو مسجد العمري الكبير. هيدا المعلم الديني
يلي له نكهة خاصة وله روحية مميزة جداً، مش بس أنا بحس فيها لما أجي لهون، عدد كتير كبير من المصلين بيرتاحوا لجمالية التراث، لجمالية وتاريخ هيدا المسجد يلي طبعاً بعود للقرن الثالث عشر. أول ما بلش هيدا المسجد هو كان معلم للوثنيين، الوثنيين كانوا يعبدوا آلهة الشمس، من بعدها تحول إلى جزء منه إلى كنيسة للصليبيين، وبعد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى هيدا الصرح يلي نحن موجودين فيه. من بعدها كمان الصليبيين دخلوا المسجد إلى حين دخول صلاح الدين الأيوبي يلي كمان تواجد هون وكمان بنى أقسام إضافية، ويلي بالفعل هو يعتبر من أقدم المساجد مش بس بصيدا أيضا بجنوب لبنان. متحف الصابون لآل عودة اللي كان يستخدم بالزمان لصناعة الصابون القديم اللي هو التقليدي، هلأ اليوم هو يعتبر متحف بيعلم الناس أو بيفرج الناس كيفية صناعة الصابون بطريقة يدوية، ومنتجات الصابون كلها كمان معروضة بأشكال مختلفة. وكمان المحل اللي نحن موجودين فيه بينعمل فيه على مدار العام أنشطة ثقافية وفنية تستقطب الناس والسواح، بيجوا بيتفرجوا على المتحف كيفية صناعة الصابون وبيحضروا النشاطات اللي بتكون موجودة.